السلام عليكم. كلنا محتاجين نغير حياتنا كل ليلة وكل صبح. اعمل التوكيدات الإيجابية دي، مثلا تقول أنا واثق من نفسي، أنا أستحق السعادة، أنا أستحق المزيد من المال. كررها 3 مرات، اتنفس نفس عميق واعتبره إن هي طاقة إيجابية بتنظف بيها جسمك، وبعد كده زفير كأنه طاقة سلبية خرجت من جسمك. قول دعوة حلوة لربنا وانت على يقين بعظمته واستجابته لدعوتك. خليك حريص ان يكون تفكيرك ايجابي، لان كل اللي انت بتفكر فيه هيحصل. ابعد عن كل حاجة سلبية وما تقولش انا حظي وحش، ما تقولش انا حظي وحش، انا عارف حظي والكلام اللي انتوا بتقولوه. اضحك اضحك وما تخافش وتقول مثلا ان شاء الله انا ضحكت اللهم اجعله خير. يا عم اضحك، يا ستي اضحكي، عادي اضحكي. عيش كل يوم بيوم وكبر دماغ ووسع بالك، وردد الكلمتين اللي انا هقولهم دلوقتي دي كل يوم: انا استحق الحب، استحق السعادة، استحق المال، استحق النجاح، أستحق أنجح الفرص، أنا أستحق الهدايا الكونية، أنا أستحق الاستمتاع باليوم. وما تنسوش والدي من دعاكم بالرحمة والمغفرة. جزاكم الله خير.